السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اخواتي حبايبي، مرة تانية مع بعض في جولة من جولاتي في سوق العبور. رجعنا سوق العبور تاني بعد الرحلة بتاعت المعدية ديت، والفيديوهات يا رب تكون عجبتكم، ويا رب اكون فدتكم او خدتوا فكرة عن الاسعار وخدتوا فكرة عن الحاجات اللي موجودة. ويا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة، اللايك، ويا ريت تعملوا لي اي كومنت. تمام، انا كده تمام، انا كده اوكي. عايزين حاجه، محتاجين اي حاجه، محتاجين اي مكان اشوفه لكم، ونتواصل مع بعض في ان شاء الله. يلا بينا نطلع على الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واللايك. رجعنا للحل تاني. الحل ده بقى بصل وبطاطس وتوم. نشوف اول حاجه. السلام عليكم. السلام عليكم. اسم حضرتك ايه؟ ناصر فكري. اهلا وسهلا يا حاج ناصر. نشوف بقى الاسعار بتاعتك. عندك ايه؟ عندكم ايه؟ عندنا بصل ابيض. ما شاء الله ما شاء الله. بكام البصل الابيض يا باشا؟ في 20 21. 20 21. هو سعره ليه ما نزلش تاني؟ هو ثابت على كده؟ البصل قليل. قليل عشان كده ثابت. البصل قليل، مفيش التكاليف اللي احنا حاجه دلوقتي، التكاليف غاليه. ما بس الدنيا ابتدت تضلم يا جماعه، شايفين الدنيا عامله ازاي؟ عشان انا من الصبح بصور لكم والله. والبصل الاحمر بكام؟ البصل الاحمر عامل 20 جنيه. 20؟ ما شاء الله. بس البصليه حلوه. البصليه نظيفه. البصليه حلوه. كل ده بتاع التصدير كده. تعالى طب، عايز تظهر؟ ماشي. اسمك ايه؟ اسمي حسن. ماشي يا حسن. ماشي ماشي. اتكلم انت عن راسك. عادي عادي. قول عادي، مش مشكله. شغال معانا في البصل. اهلا وسهلا. مودي البصل احسن ناس. حاج احمد تعالى. اتكلم يا احمد. ماشي. تعالى بقى. ايه تاني؟ خش على البطاطس. استنى بس ما نوري الناس البصل الجامد ده. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ربنا يحسن ذوقكم يا رب ويحسن ذوقهم. يجيبوا فضت والفلوس. لا والله الحاجه غاليه بقى، ما احنا ما بنقولش الحاجه رخصت. يعني انا البصل والبطاطس يا جماعه ده أساس. اقل حاجه في البيت. والطماطم اكتر حاجه زايده في السوق وسعرها عالي. البطاطس والبصل. يعني الطماطم هديت شويه. فالناس يعني مش قادره، بس هنعمل ايه؟ الناس يعني متلم من الزباله وتقع. والله يا ربنا ربنا يصلح حال الناس كلها يا رب. النهارده بره ب 35. شوف. وطبعا انت لازم تاكل، يعني شويه خضار دلوقتي بايه؟ الناس نازل على الاكل كتير. البطاطس بكام؟ السكر نازل 15 جنيه، وكل شيء ب 50 جنيه في الخضار. نتكلم في الخضار، انما السكر ده ما بيحبوش والله. لا احنا عايزين ده. البطاطس بكام الرفيعه دي؟ دي 15 جنيه. حلو والله. والبصل برده دوت؟ البصل ده عامل 20 جنيه. 20. نبقى ودي له الصوره الراجل ده. ماشي، احسن صوره يعني. ده مصيبه، ده هو اللي مغلي البطاطس. انت اللي مغلي البطاطس؟ الناس كلها شافت صورتك. والله هو ده. انت حر. كل ما يجيب لي عربيه بشوفه في التلفزيون. الناس كلها شافت صورتك، ممكن نشوف البطاطس الجديده؟ تعال. البطاطس النهارده خلاص الجديده. والله العظيم قلبي واجعني والله. البطاطس الجديده نشوف البطاطس الجديده. ربنا يجعل سوقهم حلو يا رب، اللهم امين. بكام يا باشا؟ ب 12 جنيه. 12 جنيه. 12 جنيه. الفرق بقى بين البطاطس الجديده والقديمه؟ لا، القديمه بكام؟ القديمه ب 18 20 جنيه. ب 20؟ واشتريها من بره بقى ب 30؟ 30 جنيه. ليه كده؟ ليه كده؟ يعني دلوقتي غليت؟ غليت. عشان الجديده طلعت، القديمه تغلى؟ لا، القديمه كان ليها تحميل. دي ميه، جديده ميه لسه جايه. لسه لسه يعني. تقعد عندك في يوم، تقعد عندك يومين وشكلها يتغير. لسه يعني. في زوت ومش عارف ايه. لسه اما دي تقعد. لسه، فدي بقى ناشفه يعني. هم قصدهم بيقولوا ان دي ناشفه وخاليه من الميه. يعني قصدك البطاطس غليت بقت ب 20 جنيه. تتباع مره 30 جنيه. بس الفينها يعني. عندنا واحد اسمه الجزار، ربنا يشيخها. بص منه لله. الله يصلح حال الناس كلها يا عم، معلش. تعالى بقى نشوف بقيه الحاجه في امه كده. طب البصل ده؟ البصل ده؟ البصل ده ب 20. البصل برده ب 20؟ ب 20. اللهم صل على النبي. يا عم ربنا يحسن سوقهم ليكم يا رب ووسع عليكم. احنا قلنا عنبر 2. عنبر 2 محل 104 بتاع الحاج محمد حسن. حسن اول ما هجموا علينا عشان حال بيريح. حال بيريح خالص. ماشي ماشي. عايزين زبائن تيجي. ماشي. الراجل ده اللي مش هيخدي له صوره بيضحك على طول. عسل عسل. يا رب يحرجها على وشك يا رب. والنبي انتوا اللي عسل، اقسم بالله. ولع لي النور. ايوه الله ينور عليك. استنى ولع لك النور. ماشي.
اصلا. يا عم 2000 مش بس اسكندريه، هو بس عشان ده مستر على كام؟ كام؟ طب هو بعوز انا 100 قشطه 131. ليه لا؟ لا لا والله لا والله والله ناس زي العسل. بكام بقى البصل ده؟ 20 جنيه. ما شاء الله 20 جنيه، ما شاء الله. والثوم؟ طب قلنا عايزه اتصور. طيب مش تيجي تقف كده، الناس عايزه تشوف الاسعار. طب ماشي ماشي. وده برضو سبحان الله. بص القطه قاعده فوق البصل وبنتها وبنتها كان بيرضعوا يا عيني. يلا الست بتاعتك. لا ما بصورش ليه؟ بتصور الاسعار؟ لا لا. طب بيقول لي ب 20، ما هو بيقول لي ب 20 21. انا بلقي المنيو. التوم بقى يا باشا التوم ده عام 23، اللي هو متفصص ده؟ متفصص عام 30. ده 30 اه. وده؟ ده عام 23. في توم اهو مع لسه التوم ما شاء الله جديد ما طلعش. استنى بس اما ناخد صوره للتوم. ده بكام؟ وده بكام؟ 30 جنيه ما شاء الله ب 30. ده بقى صيني؟ ده مصري. ولا مصري؟ كله مصري؟ ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يحسن سوقهم يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. وده بقى ده اللي صيني؟ لا لا بلدي برضه. ده بلدي؟ اه بصوا يا جماعه شكله كانه صيني بالظبط. اه ده ما شاء الله. بكام بقى ده؟ ده الكرتون عامله 550 جنيه. فيها كام كيلو؟ آه بالصباع فيها 50 صباع، الصباع يعني 200 جرام. يعني هتضربي مثلا 550 جنيه على 50 واحد من ده. يعني بخمسة مثلا؟ لا يخش 5 جنيه؟ 15 جنيه ولا حاجة. 15 جنيه؟ ولا 10 جنيه. ماشي. وده؟ ده بكام يا باشا؟ ده بكام؟ ده هي 10 كيلو عاملة 400 جنيه. 10 400؟ اه. عبوة تاني. يعني الواحدة ب 40 جنيه. اه كيلو ب 40، ده 10 كيلو. بصوا أول مرة بنيجي محل فيه توم وبصل و ماشي ماشي. بصوا يا جماعة ما شاء الله الخير. ربنا يحسن، ربنا يحسن رزقهم يا رب. ربنا يوسع عليهم رزقهم. واحده بتصور الاسعار. اه. عايزه ايه؟ عايزه اصوري. انا عشان اسعار خياليه صحيح. صوريني والنبي. ماشي حاضر. صوريها صوريها. ماشي ماشي. بصور بس الحاجه. عايزه اصورك. خلصت التليفون. ماشي يا بابا. ايه؟ والنبي صار بتصور. بصوا يا جماعه الحاجه جبتها لكم اهو بالظبط. ده ب 400 والبصل ب 20 وزي ما احنا شايفين اهو الاسعار زي ما انتم شايفين عامله ايه. ما شاء الله ما شاء الله. السوق برده نايم في البصل والثوم شويه. تحب اجيبك؟ ماشي. السلام عليكم.